السلام الله عليكم ورحمته وبركاته، واهلا بكم مشاهدينا الكرام في طبعة جديدة من سكرتيرة التحرير وجولة في الصحافة المصرية والأجنبية. بداية أرحب بضيفي اليوم في الاستوديو الكاتب الصحفي الأستاذ محمد عزام. أهلا بك أستاذ محمد. أهلا وسهلا. وكذلك نرحب أيضا بالكاتبة الصحفية الأستاذة آيات عرابي، والتي تنضم إلينا عبر سكايب من نيويورك لمناقشة آخر الأخبار في الصحافة العالمية. أهلا بك أستاذ آيات. أهلا بك. لو بدأنا من متابعة كيف رأت الصحافة العالمية والمصرية ما حدث في الجمعة في 28 من نوفمبر، نبدأ من وول ستريت جورنال الذي كتب أن الحكومة المصرية تحبط محاولة احتجاجات ضخمة، وقوات الأمن قامت بعمليات اعتقال قبل المظاهرات المقررة. كذلك ما كتب أيضا في البي بي سي أن الشرطة المصرية تشتبك مع الإسلاميين مع سقوط قتيلين. أما جريدة الوفد المصرية الحزبية الفشل عنوان مظاهرات جمعة الإرهاب، فض مظاهرة إرهابية بالمياه الساخنة في بهتيم وأهالي الغربية يلقون الطوب والزبالة على الإخوان. الوفد أيضا الإسكندرية تواجه الإرهاب بمظاهرة تأييد للسيسي. اليوم السابع كتبت اختفوا كالفئران، الذعر سيطر على الإرهابيين بعد انتشار الجيش والشرطة والإخوان فشلوا في الحشد، والأمن يحبط 7 محاولات تفجير منشآت حكومية ونجاح الأزهر في وقد فتنة المصاحف، والأهالي وقوات الأمن يطاردون عناصر الجماعة في المطرية ويفرقونهم في فيصل والمعادي والقبض على 145 من مثيري الشغب. في اليوم السابع أيضا استشهاد عميد ومجند وإصابة 3 من رجال الجيش في عمليات إرهابية بجسر السويس والقليوبية. في مصر اليوم وقائع يوم عادي جدا، الشوارع خالية جدا والمتظاهرون عشرات وهجمات إرهابية على الجيش والشرطة. في مصر اليوم أيضا سيناريو 28 نوفمبر أتباع المعزول فاشلون. وفي جريدة الجمهورية القومية الشعب انتصر والإرهاب انكسر، يعني نفس الوزن يعني تنفع أغنية. في جريدة العربي الجديد 28 نوفمبر المصري السلطة مستفيدة. وعلى موقع مصر العربية وسط تشديدات أمنية 5 محافظات خالية من مظاهرات 28 نوفمبر. أما على بوابة القاهرة الإلكترونية وزارة الصحة 3 قتلى و20 مصابا حصيلة تظاهرات 28 نوفمبر. وأخيرا على مصراوي خيبة أمل للإسلاميين بعد فشل دعوات 28 نوفمبر. لو بدأنا مع أستاذة آيات وما ورد في وول ستريت جورنال عن تظاهرات 28 نوفمبر. الول ستريت جورنال العنوان بتاعه الحقيقة بيفسر نفسه، الحكومة المصرية تحبط محاولات احتجاجات ضخمة، قوات الأمن قامت بعمليات اعتقال قبيل المظاهرات المقررة. وبدأ الحقيقة التقرير بأنه قتل على الأقل ضابطي جيش كبار، قتل ضابطي جيش كبار وشرطي واحد من المتظاهرين وواحد من المتظاهرين يوم الجمعة في احتجاجات متفرقة في حين فشلت دعوات إحدى المجموعات الإسلامية لمظاهرة حاشدة على الحكومة. الخبر ده اللي كتبه تامر غباشي وهو مراسل وول ستريت جورنال، وبدأ بالشكل اللي أنا شرحته ده، ثم بيفصل بعد كده كيف قتل الضابطين ومنهم عميد في هجمات لم يعلن أحد مسؤوليته عنها، وبيقول أن صحيفة الأهرام الرسمية هي اللي نقلت الخبر. ثم يقول أيضا أن الهجمات اللي تزايدت على الجيش والشرطة من بعد الإطاحة بأول الرئيس منتخب انتخاب حر وقاد حملة لسحق جماعة الإخوان المسلمين. وبيقول كمان الأستاذ تامر أن الجماعات المسلحة أعلنت مسؤوليتها عن هجمات تمت في سيناء شملت اغتيالات لضباط وتفجيرات. يعني هو بيريد تصدير الصورة اللي بيدعيها الانقلاب من أنهم بيحاربوا ما يسمى بالإرهاب. ثم بيدعي أيضا في المقال وعلى الرغم من شهادة الشهود أن أحد المتظاهرين قتله مجولون وقتله في المطرية، على الرغم من شهادات المتظاهرين أنفسهم أن من قتله كان من الجيش. واللي واضح في التقرير الحقيقة على الرغم من أنه هو تقرير قصير جدا، إلا أنه كان فيه توجه عام ورغبة في إظهار المظاهرات على أنها مظاهرات صغيرة، على الرغم من أنها أكبر من أيام الجمعة السابقة في حقيقة الأمر.
وبيتكلم بعد كده التقرير عن الحشد من قوات الجيش والشرطة ضد المظاهرات اللي دعت ليها الجبهة السلفية واللي حذرت فيها من أن الحرب على الإسلام ودعت للحفاظ على الهوية، وكيف أن الجيش أغلق الميادين الكبرى واحتشد بكثافة في الشوارع، وأن شرطة الانقلاب قبضت على 107 من المتظاهرين. وقال أيضا في التقرير أن الإخوان المسلمين حذروا من الانجرار للعنف، وكان الانقلاب قد اتهم الجماعة بالإرهاب، بينما رأت جماعات حقوقية أن هذه الاتهامات ذات دوافع سياسية. في نهاية الخبر تامر بيقول أن الإخوان المسلمين قالوا أنهم لن يدعموا دعوات الجمعة. والحقيقة اللي ملاحظ في الخبر أنه بالرغم أنه هو بيستهله بأن الأعداد كانت قليلة والمظاهرات كانت متفرقة، إلا أنه أخطأ ووضع صورة من مظاهرة يحمل فيها أحد المتظاهرين المصحف والأعداد خلفه كبيرة جدا. ويبدو أن هناك توجه للتقليل إعلاميا من حجم المظاهرات، مع أن نجيب ساويرس نفسه خرج بتصريح أنه لا يمكن وضع 3 مليون في السجون، هم عدد أعضاء الإخوان المسلمين حسب ما قالوا. فلو تظاهر العدد ده قبل المظاهرات فلن تكون الأعداد قليلة. بالضبط كده، التصريح كان قبل المظاهرات وقال 2 مليون مش هينفع نحط 2 مليون في السجن. يعني بالظبط كده، هو قال مش هينفع نحط 3 مليون، هم مش 2 مليون، هم عدد اعضاء الاخوان المسلمين، وان لو العدد ده تظاهر فلن تكون الاعداد قليله. ولكن الاعلام الانقلاب عموما هو بيحاول ان هو يكرر نفس التيمات القديمه، وهو اللي بيصدر الصوره دي للاعلام الغربي. يعني لاحظت بس انا يعني الميادين الرئيسيه يا استاذه ايات، الميادين الرئيسيه في مصر لم تكن مغلقه اليوم، الصور التي اتت من هناك لم تكن مغلقه، بل كان هناك موجود قوات من الجيش، لكن الميادين كانت مفتوحة ولم تحدث فيها مظاهرات في الميادين الرئيسية، سواء مثلا تحرير، رمسيس، الجيزة، ميدان الجيزة، يعني بخلاف برضو عدد من المدن، بل خرجت تظاهرات تؤيد السيسي زي ما حدث في القائد إبراهيم في الإسكندرية. والله احنا شفنا المظاهرات اللي هي التأييد لقائد الانقلاب اللي حضرتك بتقول عليها، وشفت ميدان التحرير كان تقريبا شبه خاوي رغم انهم اعلنوا ان هيبقى فيه مظاهرة تأييد لقائد الانقلاب. وحتى المظاهرات اللي طلعت في الاسكندرية احنا عارفين كويس قوي ازاي بيتم الحشد للمظاهرات دي. ولكن اجمالا انا شايفة ان اليوم ما كانش مخيب للامال ولا حاجة، بالعكس، ان هو احنا قلنا قبل اليوم ده بمراحل، قلنا ان اليوم مش هو ده اللي هيسقط الانقلاب، مش هو ده الاساس. احنا قلنا ان هو بداية للثورة، بداية الانتفاضة، وكون انه اتخذ العنوان الرئيسي هو انتفاضة الشباب المسلم، فمصر كلها يعني تعتبر مصر اسلامية يعني، فانا مش شايفة انه في اي غضاضة من اتخاذ هذا العنوان. طيب يعني لو ذهبنا للأستاذ محمد عزام، الجرائد المصرية يعني كلها كتبت عن الفشل، اليوم السابع اختفوا كالفئران، غيرها، وقائع يوم عادي جدا، مصر اليوم كتبت عن هذه، يعني رأي حضرتك من الناحية الصحفية والمهنية كيف تعاملت هذه الجرائد مع ما حدث اليوم؟ شوفوا أول أو حدث أمس، يعني أول ما لفت انتباهي هي كلمة كالفئران. يعني يبدو ان احنا ماشيين على كتالوج رواندا بكل ما حدث فيها. الاعلام في رواندا وقت الحرب الاهليه اللي كانت هناك ما بين التوتسي والهوتو كان بيصف الطرف الاخر بالصراصير، ويقول الصراصير اختفوا، الصراصير قتلوا، وهكذا يعني. ففكره ان انت تقوم بوصف خصم سياسي بانه كالفئران، معروف يعني الفئران في الحياه العاديه لا حل لها الا مثلا القتل او التخلص منها، يعني ده نوع من انواع حاله تورط سياسي من قبل الجريده في شان سياسي، والمفروض تعالجه بشكل مهني صحفي اخباري، تروي قصص اخباريه لما حدث. طبعا ده ما حصلش، تم خلط الراي بالخبر كالعاده، والترويج للنظام بالشكل في نوع من انواع الفجاجه، حتى ما تمش بنوع من انواع الذكاء، تم اغفال كالعاده يعني الضحايا من الطرف الاخر، والتركيز على الضحايا من طرف واحد وطرف الامن والجيش فقط، وتم اغفال فكره الضحايا من المتظاهرين. برضو لفت انتباهي في جريدة الوفد التغطية كلها عبارة عن رأي وخبر، رأي وخبر، خلط مستمر في جميع السطور بدون أي نوع من أنواع الحيادية أو الموضوعية، ونقل الحدث كما هو. الحدث مش محتاج أن أنت يعني تبالغ فيه أو أن أنت تحاول ترسم صورة له،
بان انت سحقت الطرف الاخر بشكل في نوع من انواع يعني انك اذليته او ان انت قضيت عليه او ان انت فرمته زي ما بتحاول الصحف تصف الموضوع. استخدام اوصاف مسيئه متكرر بشكل كبير جدا من الارهابيين، تظاهرات الارهابيين، انا عمري في حياتي ما اعرف ان في ارهابي بيتظاهر، يعني ده برضو نوع من انواع التناقض. ربما لان يعني جماعه الاخوان المسلمين طبقا للحكومه المصريه انها مصنفه جماعه ارهابيه، فاذا التابعون لها هم بالصريح هي يعني هنا ارهابيون. هنا المشكله ان انت مش قادر تحدد ان كل اللي في الشارع دول اخوان مسلمين اعضاء. طب انت ايه اللي يثبت عندك ان كلهم اعضاء في جماعه الاخوان المسلمين؟ يعني انت ما تقدرش تحكم بحاجه زي دي. انت كصحفي دورك ان انت تنزل، لو انت عايز تقول الكلام ده بقى تنزل وتلتقي ناس من دول وتنقل رايهم وتتاكد من فعلا هم اعضاء ولا لا، واخد بالك؟ ده طبعا ما حصلش، كلها عباره عن تغطيات بنسميها يعني في عالم الصحافه تغطيات مكاتب، تغطيات منحازه. الصحفي حتى لو نزل بدل ما بيقوم بنقل وجهة نظر الطرف اللي بتظهر زي ما بيحصل فيه حتى في الدنيا. نعم. طب المصر اليوم أي نقل عنوان مصر اليوم وقائع يوم عادي جدا، شوارع خالية، المتظاهرون عشرات، هجمات إرهابية على الجيش الشرطي. شوفوا أحسن عنوان هو عنوان المصر اليوم. أنا حتى يعني بلاحظ ان هي دايما في التغطيات الخبريه بتحاول يكون في نوع من انواع الحياد بشكل كبير، لكن في المتن برضو تورطت في نفس ما تورطت فيه الصحف الاخرى من وصم المتظاهرين كلهم بالارهاب ونشر استعداء محاولات كثيره لاستعداء الشعب على بعضه من خلال ايه؟ من خلال ابراز والتاكيد على فكره ان في ناس من الشعب هجمت المظاهرات. طب يعني ده أمر أصلا مشكلة كبيرة جدا. المفروض قوات الأمن دورها الحقيقي إن هي بتحمل مظاهرات أو بتفصل ما بين المتظاهرين وما بين أفراد من المجتمع ربما يكون معترضين عليهم عشان ما يحصلش أي نوع من أنواع الاحتكاك ما بينهم. فكرة إن يبقى في عندنا ميليشيات مدنية اللي هي المواطنين الشرفاء ولا غيره ولا غيره والصحف بتحتفي بها باستمرار وبتشجعها، يعني ده مش دور الصحفي اولا. نعم. ثانيا ده بيؤدي لخلق مشكله في المستقبل رهيبه جدا تؤدي بينا بقى لاعمال عنف واعمال قتل واعمال انتهاك باسم مثلا الوطنيه. نعم. طيب لو عدنا مره اخرى استاذه ايات، وما ورد في البي بي سي عن 28 نوفمبر ان الشرطه المصريه تشتبك مع الاسلاميين ومع سقوط قتيلين، طبعا قبل ان يسقط القتيل الثالث. بداية قبل ما أقول الخبر نفسه، وأكتر ما يخشاه الجيش هو وجود جماعات تحمل سلاح، لأن الجيش أصلا وصل لمستوى منخفض جدا زي ما شفنا في حادثة كرم القواديس والدبابة اللي بتهرب، وشفنا الحشد الرهيب في الشوارع اليوم. فبالتأكيد في خوف كبير قوي من وجود أي عمل مسلح، اللي احنا طبعا دايما بنقول السلمية والمظاهرات السلمية. عموما الخبر في البي بي سي بيقول الشرطة المصرية تشتبك مع الإسلاميين مع سقوط قتيلين، وده كان قبل ما يبقى القتيل الثالث. الخبر بيتكلم عن المظاهرات اللي اجتاحت مصر اليوم، وفي عنوان فرعي تحت الصورة بيقول قتل ثلاثة محتجين، يعني يبدو ان هم كان العنوان محطوط، ولكن في سياق الخبر نفسه في تصليح انه في ثلاثة من المحتجين على الأقل تم قتلهم، وإصابة 20 آخرين في اشتباكات بين قوات الأمن المصرية ومتظاهرين في العاصمة القاهرة أثناء تفريق المظاهرات اللي دعت ليها الجبهة السلفية تحت شعار انتفاضة الشباب المسلم. والتقرير الحقيقة أفاد أنه كان في وجود أمني مكثف في الشوارع يوم الجمعة، وأن الشرطة قامت باعتقال العشرات من الإسلاميين قبل بدء المظاهرات. وفي كلام لصديق أحد القتلى لوكالة فرانس بريس أن الشرطة كانت بتطلق النار بطريقة عشوائية على المتظاهرين، وده اللي احنا الحقيقة متعودين منه من الشرطة بدءا من ثورة 25 يناير وبعد كده في محمد محمود وفي مظاهرات ضد الاحتجاج ضد الانقلاب. يعني احنا متعودين عموما من الشرطة ومن الجيش أن هم يطلقوا الرصاص بطريقة عشوائية على المتظاهرين. ولكن هناك من يقول ايضا ان يعني ان كانت الشرطه تطلق بشكل عشوائي فلابد ان تكون النتيجه عدد كبير من القتلى، لان الشكل العشوائي مع يعني ان كان المشهد ان الشرطه تطلق بشكل عشوائي على تجمع كبير من المتظاهرين، اذا سيكون الحصيله كثير من القتلى وليس ثلاثه قتلى فقط.
رأي حضرتك في الكلام. أنا متفقة معاك في التحليل ده، وده اللي تم فعلا أيام فض رابعة، ولكن ده حسب قول الشاهد أو أحد الشهود العيان، وهو اللي كان بيقول أن الشرطة كانت تطلق عشوائيا على المتظاهرين. أما وزارة الداخلية من دورها الحقيقة قالت أن الشرطة تعرضت لإطلاق نار واعتقلت أحد المتظاهرين وهو بيحمل بندقية، ومتحدث العسكري قال أنه في عملية أخرى تم قتل مسلحين في القاهرة بالرصاص بعد هجوم أدى لقتل عميد وإصابة مجندين، اثنين من المجندين، وقتل مجند آخر متأثرا بإصابته في حادث إطلاق نار منفصل بمحافظة الأليوبية شمال شرق العاصمة القاهرة. ده كان باختصار شديد الخبر اللي كان موجود. طيب لو تعليق أخير أستاذ يعني محمد، هذه أنا عندي ملاحظة سريعة. الصحف ملاحظ فيها بقالي فترة طويلة ان في تزايد في حالة تكفير الخصم السياسي للنظام، اللي هي في النهاية متماهية معاه وبتعبر عن مصالحه وبتروج له بغض النظر الحقيقة. يعني النهاردة مثلا لقيت مرتين في حاجة في الجمهورية بتقول فيها مدينة نصر هزمت الخوف بعد فتح رابعة. معروف ان كلمة فتح دي ما بين مزدوجين، يعني ما بتستخدمش، ما كانتش تستخدم الا في الحروب ضد الكفار أيام زمان. نفس الأمر متكرر برضو في اليوم السابع لما قالت فتاوى الأزهر ضد الخوارج الجدد، وكيف أسهمت هذه الفتاوى في فشل اليوم. الخوارج الجدد معروف أن الخوارج برضو في ناس كفرتهم وخلافه، بس حاجة بس ربما يرتكن إلى ما قاله الدكتور علي جمعة أن الإخوان خوارج هذا العصر، لكن في ناس تانية فأخذوا هذا الكلام بزيدانة. في أراء تانية أثبتت أن الرأي ده غير علمي وغير صحيح، وفي رد عليه كبير. الحاجة التانية هي أنا ما شفتش تحقيق واحد حول التكلفة الاقتصادية، الحشد الكبير اللي تم من قوات الجيش والشرطة. تكلفة اقتصادية رهيبة جدا على الاقتصاد المصري المنهك الضعيف. مشوفش تحقيق واحد ناقش الأمر ده، أو تحليل واحد سياسي بيقول هل الأمر ده من أجل اليوم فقط ولا من أجل محاكمة الرئيس مبارك بكرة والحكم اللي المفروض يصدر فيها. ربما يكون اثنين في واحد، يعني ممكن عشان موضوعين. طيب لو ذهبنا إلى تصريحات السيسي التي نقلتها جريدة الوفد في حديث لصحيفة لوفيغارو الفرنسية، السيسي يقول سرطان الإرهاب يحتاج جبهة موحدة لاستئصاله، حرية الرأي مكفولة في مصر ولن نسمح بالفوضى في شوارعنا. اليوم السابع في ذات الموضوع السيسي يقول مددت يدي لجماعة الإخوان بعد 30 يونيو فرفضوا. وفي اليوم السابع أيضا الرئيس يقول لا يوجد محتجزون في مصر إلا بإجراءات قضائية وحرية التعبير مكفولة. الجمهورية، الرئيس لصحيفة لوفيغارو الفرنسية لن نسمح بفوضى الشوارع والإخوان رفضوا المشاركة السياسية واختاروا التمرد. في المصري اليوم السيسي يقول الإخوان رفضوا اقتراحي بعد 30 يونيو بالترشح للرئاسة والبرلمان. عناوين مهمة طبعا نقلا عن حواره مع الجريدة الفرنسية. شوف أنا لاحظت معظم الصحف ركزت على فكرة السيسي مدد يدي لجماعة الإخوان وهم اللي رفضوا واختاروا التمرد. نعم. كما جاء في الحوار المهم اللي عملته اللي فيجارو مع المشير السيسي، فكرة يعني الصحف ركزت على العنوان ده تحديدا كنوع من أنواع تقديم مبرر ونوع من أنواع أن خلاص يعني عملنا اللي علينا وهم اللي رفضوا، ولكن ما جاوبتش على سؤال مهم. طيب لما تم مد اليد ليهم وهم رفضوا في فترة طويلة جدا من 30 يونيو لحد 14/8 يعني حوالي 3 شهور، في الفترة دي هل هم كانوا ما كانوش إرهابيين واكتشفنا مرة واحدة بعد كده ان هم بقوا إرهابيين؟ يعني حاجة بالمنطق كده غريبة جدا. ولا هو تحدث بشكل عام ولا تحدث تفاصيل محددة؟ يعني مد يده ايه الطريقة حصل ايه الكلام؟ الصحف المصرية ما اهتمتش بأي إجراء أي متابعة إخبارية الأمر مهم زي ده في حوار مهم، واكتفت بنقله زي ما هو عن طريق ألف شين ألف. لفت انتباهي برضو ان الحوار فيه كلام مهم جدا زي لا يمكن أن نسمح بفوضى في الشارع، مفيش أي متابعة الأمر ده. طب هي الفوضى في الشارع هي فوضى السياسة، فوضى المظاهرات بس؟ طب فين الفوضى المرورية اللي عمالة بتحصد أرواح العديد من المصريين؟ فين الفوضى الأخرى الاقتصادية؟ فين في مشاكل كتيرة جدا فوضى في الشارع مش بس مرتبطة بالسياسة ومحدش علق عليها. لفت انتباهي برضو الكلام اللي قاله المشير السيسي بأن محمد مرسي هو الرئيس، محمد مرسي هو من ترك الجماعات الجهادية في سيناء، والكلام ده غير صحيح. وفقا لتحقيق استقصائي أجرته مدى مصر أجراه حسام بهجت
صحفي والنشط الحقوقي في فترة سابقة، أثبت بما لا داعي مجالا شكوا بالأرقام إن من أفرج عن الجهادين هو المجلس العسكري، ومحمد مرسي كان على أيامه واحد أو اثنين، عدد قليل جدا لا أتذكر كم بالضبط، وبالتالي ليس له صلة بالأمر. برضو الجرائد رددت كل هذه الأمور رغم إن في تحقيق استقصاء أثبت الحكاية وخلاص، يعني مفترض نقدم حقيقة، وما فيش تحقيق استقصاء طلع تاني بيثبت خطأ، بالتالي يفترض إن الصحف تعتمد على إن بتحدث بياناتها وبتحدث رؤاها كل شوية. لكن يعني إذا كانت قريته أساسا طلعت عليه يعني مفروض يعني، لكن طبعا زي ما بنشوف إن هي مصممة على وجهة نظر واحدة ما بتغيرهاش، ووجهة النظر دي كلها هي التعبير عن رؤية النظام بغض النظر عن حق القارئ في الحقيقة وإنه يعرف المعلومة زي ما هي. برضو لفت انتباهي هو فكرة مقال المشير السيسي بأن أمن سيناء في تحسن. طب احنا بنلاحظ كل يوم أن في عمليات تفجيرية وإرهابية، النهاردة حتى كان لسه من شوية في حادث تفجيري حصل، أصيب فيه ضابط وعدد من الجنود زي ما كنت بتنقله قبل قليل. الفكرة دي الصحف برضو نفسها لم تعلق عليها ولم تتعامل مع التصريحات دي بأي نوع من التحليل أو أي نوع من مجرد القراءة العادية البسيطة اللي كانت بتحصل في الفترة بتاعة الرئيس محمد مرسي فترة المجلس العسكري. كنا نلاحظ ان اي تصريح بيتم تحليله بشكل وافي جدا وتحليلات معمقه وتحليلات بتتناول راي جميع الاطراف. دلوقتي كل ده غاب لان مفيش حريه راي وتعبير، بعكس ما قاله حتى المشير السيسي نفسه في الحوار، حريه الراي والتعبير مكفوله، وهو امر يعني غير مفهوم في ظل ان في قنوات ما زالت مغلقه وفي صحف ما زالت مغلقه وفي صحفيين لسه وراء القضبان. برضو الصحف ما لم قامتش بمراجعه امر زي ده يعني، ولا يوجد معتقل في مصر، كله كل الناس اللي محجوزه بتكلم من وجهه نظر قانونيه ان مفيش محبوسين حبس احتياطي، لكن لا مفيش معتقلين، يعني مفيش معتقلين، ما خدتش بالي المعتقلين، لكن خدت بالي من وجهه نظر القانونيه، وده موافق حتى للتعديل القانوني حصل بعد كده اللي هو مد فتره الحبس الاحتياطي، وبالتالي دخلوا ضمن الناس اللي هي معتقله او محبوسه دخلت ضمن الفتره دي. فيعني الامر كل الحوار كله كان محتاج تناول خلاف التناول اللي حصل في كل الصحف المصرية، لكن نقص الكفاءة وغياب الاهتمام بأي قراءة حقيقية لأي نوع من أنواع التصريحات الخاصة بالنظام ونقلها كما هي كأنها قرآن بدون ما يتم تحليلها وفهم القارئ إيه المقصود بيها أو مدى مصداقيتها من عدمه، كل ده أمر غائب جدا بعد 30 يونيو. لو ظهرنا إلى محاكمة مبارك، فوكس نيوز كتبت الحكم في محاكمة القرن في قضية مبارك ولأول مرة يتراجع الاهتمام بها. جريدة الوفد يوم الحكم على مبارك المستشار الرشيدي الدخول لقاعة المحكمة بتصريح والحيثيات تسلم للمتهمين فور النطق بالحكم. اليوم السابع ماذا لو حصل مبارك على البراءة في قضية القرن اليوم؟ الرئيس الأسبق سيغادر المستشفى العسكري لانقضاء عقوبة سجنه بقضية القصور الرئاسية. جريدة الجمهورية مصير مبارك في العاشرة صباحا، وعلى موقع مصر العربية نقلا عن الأسوشيتد بريس محاكمة القرن ولا حاجة. لو بدأنا من فوكس نيوز مع الأستاذة آت، هو بس تعقيب بسيط على موضوع حديث قائد الانقلاب مع الفيجارو الفرنسية انه لن يسمح بوجود الارهاب في الشارع، هو من هو عشان يسمح او لا يسمح؟ هو اصلا يوم ما قدم نفسه للشعب المصري قال محاربة الارهاب المحتمل، فمن اتى بهذا هو هو رئيس هو رئيس هو الرئيس دلوقتي استاذ ايات، يعني هو الرئيس المسؤول سياسيا عن الوضع في البلد يا استاذ ايات، فلما يطلع يقول لن اسمح ده من اختصاص الرئيس الجمهورية. طيب هو نفسه شخص اغتصب الحكم ووصفته حتى الصحف الإيطالية بأنه أخرق ويقتل النساء والشباب ويغتصب الفتيات وبيهرب من الأبواب الخلفية، فهو لا يسمح أو لا يسمح، هو رجل مغتصب هذا الحكم. طيب فهو لا يحق له أن يسمح أو لا يسمح. طيب خلينا نتكلم في فوكس نيوز زي يعني لأن البرنامج سكرتير التحرير هو برنامج مهني يتعلق بتناول الصحف وليس برنامج سياسي، فخلينا نتكلم عن الفوكس نيوز وما كتبته عن محاكمة. لا هو برنامج تعرض للصحف واحنا بنقول في ارائنا كمحللين، احنا مش بس بنطلع نقول يا استاذ ايات في الصحف عموما. استاذ ايات بعد اذا حضرتك، لا هو البرنامج هو برنامج منذ ان بدا وهو برنامج مهني يتعلق بالمهنه الصحفيه، لان هناك برامج كثيره وحضرتك بتكوني ضيفه فيها بتتكلمي عن رايك السياسي بشكل واضح، انما في برنامج سكرتير التحرير احنا قصرينه بشكل يتعلق بالمهنه وان احنا نحاول نوصل للناس كيف يقرؤون هذه الاخبار وكيف تم تناول هذه الاخبار
الأخبار من الصحافة الأجنبية والصحافة المصرية. تفضل يا فندم في فوكس نيوز. عموما هو ده اللي احنا بنحاول نعمله، ده اللي انا بحاول اعمله، ان انا التزم بان انا اكون محايدة تماما واقرا الصحف كما هي. ولكن كان تعقيب على موضوع انه لن يسمح بتواجد الإرهاب، من اتى بالإرهاب. عموما نروح لخبر فوكس نيوز علشان ما نطولش كتير في المسألة دي. الفوكس نيوز بتقول الحكم في محكمة القرن قضية مبارك ولأول مرة يتراجع الاهتمام بها، والخبر بيقول محاكمة مبارك ولأول مرة ما ياخدش زخم كبير في الصحافة الأجنبية. والخبر ده بالتحديد أنا ما شفتوش كتير، يعني يمكن شفته في خبرين يعني حاجات بسيطة قوي. اللي أوردته الفوكس نيوز بالعنوان ده بيعكس أن القضية نفسها لم تعد بنفس الشعبية اللي كانت عليها قبل كده في مصر. وبيبدأ الخبر بلقاء مع أم أحد المصابين في ثورة 25 يناير اللي كان على أثرها تم خلع المخلوع مبارك، وهي أمل شاكر والدة أحمد، كان عمره 25 سنة وقتها، وأخذ رصاصة قاتلة في ظهره في جمعة الغضب سنة 2011. وهي واحدة، وده على حسب وصف الفوكس نيوز، إنها واحدة من أكثر الأيام دموية في ثورة يناير ضد المستبد، هكذا قالوا حسني مبارك. وبعد ما يقرب من 4 سنوات قالت أمل أنها ما زالت تنتظر العدالة، وقالت نريد الدم بالدم. ومن المفترض أن أمل هتنتظر للغد السبت أو العاشرة، الوقت بتوقيتكم أنتوا السبت أتى، وهو يوم نطق الحكم في محاكمة مبارك البالغ من العمر 86 عام، وبتهم تتصل بقتل أكثر من 900 من المتظاهرين ضد حكمه. وأضاف كاتب التحقيق: لكن محاكمة القرن في مصر والتي شهدت البداية الشعبية والإثارة قد انخفض إلى حد كبير اهتمام رأي العام بها. وبيرجع الكاتب الكلام ده لتراجع شعبية المحاكمة لسببين. السبب الأول هو المماطلة في الحكم من إعادة المحاكمات والتأجيل، والسبب الثاني هو الاضطرابات التي عمت البلاد والتي كان على أثرها تم الانقلاب على الحكم. واستطرد التقرير بأن الحماس الثوري من عام 2011 تم إخماده إلى حد كبير بين الكثير من المصريين بعد ما يقرب من 4 سنوات من الاضطراب، والعديد من الناشطين المؤيدين للديمقراطية ومحور الانتفاضة موجودين في السجن الآن لمحاولاتهم الاحتجاج على قائد الانقلاب قائد الجيش السابق. والبعض الآخر يتم تصويرهم في وسائل الإعلام على أنهم مجموعة من المشاغبين، في حين أن الشرطة اللي كانت في عيون الثوار أدوات مبارك القمعية وتكره الشعب على القول الحقائق أصبحت الآن محل إشادة في الصحافة، وبيصوروهم كأبطال في المعارك ضد الإسلاميين. وبيستطرد التقرير وبيأتي برأي آخر، فبيقول أحمد هاني أن القضية انتهت، وأشار أنه غير متابع للقضية ولا تهمه، وكل ما يهمه الآن هو تقدم البلد وإعادتها إلى حالتها السابقة. والحقيقة بيختتم التقرير التحقيق أنه عندما بدأت المحاكمات سنة 2011 أصيب المصريين بذهول في البداية لظهور الرجل القوي اللي حكم مصر لمدة 30 سنة على نقالة في قفص الاتهام. وفي يونيو 2012 قال التقرير أنه تمت إدانته بالفشل في وقف قتل المحتجين وحكم عليه بالسجن مدى الحياة، وتم إلغاء الحكم من المحكمة العليا. وبدأت الحكم كان المؤبد مدى الحياة، ما هو ده السجن مدى الحياة يعني مؤبد. وبعد كده قال كمان أنه تم إلغاء الحكم من المحكمة العليا سنة 2013، وبيحاكم مع مبارك وزير الداخلية السابق ومسؤولين أمنيين كبار آخرين، فضلا عن أبنائه جمال وعلاء بتهمة الفساد. بعد كده في عنوان الحقيقة يعني داخل العنوان بيقول تحول المشهد السياسي أثناء المحاكمات، وتحت العنوان قال التحقيق أنه خلال المحاكمات كانت إطاحة الجيش بخليفة مبارك المنتخب الإسلامي دكتور محمد مرسي، واللي قام بها قائد الانقلاب والجيش بعد احتجاجات واسعة بدأت في 30 يونيو ضد هيمنة الإخوان، ثم القيام بحملة واسعة ضد الإسلاميين واتسعت لقمع أي صوت من أصوات المعارضة.
والآن حسب برضو ما ورد في التقرير أو في التحقيق أنه الدولة بتقوم بإلقاء اللوم بشكل كبير على الإسلاميين والمتآمرين الأجانب على أي عنف موجود في البلد. في محطات التلفزيون والصحف تراجعت لحد كبير انتقاد نظام مبارك القديم، وتركز كل ما لديهم من سموم ضد الإسلاميين، وكما أنها في بعض الأحيان تقوم بوصف ثورة 25 يناير على أنها جزء من مؤامرة ضد استقرار مصر، وأن ما حدث في 30 يونيو هي ثورة لتصحيحها. طيب شكرا سؤالات أستاذ محمد. الصحافة المصرية وتناولها للأمر ربما يعني اليوم السابع طرحت سؤال ماذا لو حصل مبارك على البراءة، وقالت أنه هيخرج لأن هو كده خلاص قضى الفترة بتاعت القصور الرئاسي 3 سنين اللي هم بتوع القصور الرئاسي، لكن أولاده لسه لأن هم 4 سنين. أصلا الحكم بتاع بكرة هو حكم غير بات لأن لسه في درجة قضائية أمام محكمة النقض، يعني ربما مش حكم نهائي. لا مش حكم نهائي، ممكن بكل بساطة يصدر حكم سواء بالإدانة أو بالبراءة، ويتم متابعة القضية من قبل المحامين إذا كان في إدانة طبعا امام درجه النقد لاخر درجه بقى ومفيش بعدها حاجه يعني. بس لو يعني الحكم الاولاني في القضيه الصحف تناولت الامر كانت منشتات اليوم الحكم على مبارك، اليوم نهايه مش عارف، يعني استخدمت فكره مكان وابراز الخبر كان في مكان متقدم عن الموجود النهارده. بس هو لسه الخبر يعني مثلا اليوم السابع انت واخده فوق المنشت في الوافد في الصفحه الاولى. خليني اقول لك يعني تحليل ما من واقع المطبخ الصحفي ده راجع لان مفيش اي احداث مهمة أو أحداث مثيرة تقوم الصحف بتغطيتها، وتحول الصحف لأن هي تقوم بالتركيز على أحداث بتروج للنظام، وبالتالي مفيش حاجة تقدر تبيع بيها أو تقدر أن هي تثبت، مفيش مجال لأن هي تقدر تثبت مهنيتها أو تقدر تقدم معلومة أو تجذب القارئ بخبر ما، فبتقوم به لازال حتى الآن التغطية يعني بتطلع في الصفحة الأولى، بيتم إعطائها مساحة جيدة. لاحظ برضو أن الموضوع حكم على رئيس مصري، رئيس مصر امام القضاء، ودي حاجه نادره يعني مش متكرره، وبالتالي التغطيات كلها يعني كانت تغطيات عاديه بتقوم بتحليل ماذا سيحدث قضائيا، مع التاكيد في اليوم السابع على ان صحه الرئيس السابق تحسنت، وان فريق الدفاع الكويتي بتاعه كله حاضر، وان صفحه اسفين يا رئيس حشدت عدد من المؤيدين هيحضروا بكره قدام المحكمه. طبعا التامين اللي هو حصل من اول النهارده، تامين الحاصل من اول النهارده اللي هو مستمر حتى مستمر حتى بكرة نهاية السبت. وكان في تصريح موجود في الوفد لمصدر قضائي بأنه ربما يكون لو المظاهرات اللي هي النهاردة استمرت لبكرة ربما يتم تأجيل القضية أو أمر من هذا القبيل، لكن طبعا احنا شفنا المظاهرات انتهت، والقاضي ليه تصريح والقاضي الحكم هيصدر خلاص يعني الحكم هيصدر بكرة يعني. فالكل هينتظر الحكم ده، وهو هيكون الحدث في أحداث قليلة قوي دلوقتي الصحف بتقدر ان هي تبيع بيها أو تقدر ان هي تثبت ان هي لازال عندها قدر المهنية وقدرة على أن تتناول الموضوع بحرية. لاحظ أن معظم المواضيع التانية كلها اللي تشوفها في الصفحة الأولى بتلاقي إما أخبار رسمية بتقوم بنقل تحركات المشير السيسي أو أعضاء حكومته، أو أخبار بتقوم بالترويج والدعاية للنظام، تاني مش حاجة جذابة، التوزيع منخفض جدا وبيتراجع يوم ورا يوم، فحاجة زي دي ربما تقدر إن هي تشد القارئ من خلالها يعني. وجزء برضه من الحالة الاقتصادية اللي في البلد، فالناس يعني عندها عزوف أصلا بسبب الحالة الاقتصادية السيئة. طيب بمناسبة الاقتصاد هنقول بعد أخبار الاقتصاد، جريدة الوفد كتبت أزمة الطاقة تهدد صناعة مواد البناء. اليوم السابع كتبت 3 مليارات جنيه حجم تجارة السوق السوداء للأسمدة. وفي اليوم السابع أيضا نصف كباري مصر معرضة للانهيار ولا يوجد برنامج لإصلاحها. وفي جريدة الجمهورية تعاون مصري فرنسي بريطاني 100 مليون قدم غاز من البرولوس للشبكة القومية يوميا. المصري اليوم حنفي يصرح استقرار صرف السلع التموينية والمنتجات البترولية. وعلى بوابة القاهرة الإلكترونية البورصة تخسر 1 مليار جنيه للأسبوع الماضي. لو هناك تعليق أستاذ محمد.
يعني لاحظت برضو الصحف مستمرة حتى الآن في الترويج لاستخدام الفحم في صناعة الأسمنت، في جروبات اتعملت وفي مجموعات ضغط اتعملت في مصر من أجل منع أو دعوة لوقف استخدام الفحم، لأن صحة المصريين مش مستحملة، وانتشار الأمراض الرئوية والأمراض الجهاز التنفسي بشكل كبير جدا، والتلوث الكبير جدا اللي محدش قادر يقدم له حل حتى الآن، سحابة سودة وغيره وغيره وغيره. فالصحف ما زالت حتى الآن بتتعامل مع موضوع استخدام الفحم في صناعة الأسمنت يوفر 100 جنيه في كل طن، عبارة عن زي ما تقول دعاية لفكرة إن استخدام الفحم يعني شيء هيكون مفيد للبلد رغم الأضرار اللي هي هتسبب أصلاً، اللي هي هتتسبب في ايه؟ هتسبب في مضاعفة موازنة الصحة عشان تقدر تسد الأضرار الكبيرة دي. يعني التوفير هيتم من هنا، ومن ناحية تانية هتسبب في مضاعفة موازنة الصحة. كان بعض الناس بتحدث في حاجة مصل 3 مليار جنيه لمواجهة المشاكل اللي هتترتب على استخدام الفحم. برضو لفت انتباهي الخبر أو تقرير خبري مهم جدا اللي هو نصف كباري مصر معرضة للانهيار، أو خبر طلع هو من بدري والناس شافته، ومستشار وزير النقل نفسه بيقول 700 كوبري تنتظر السقوط. أنا يعني أتصور أن محدش هيعبر الموضوع ده، والدنيا هتستمر بيس تماما وفي سلام كبير يعني لما كوبري لحد ما كوبري وقع، بعد كده الناس تبدا تتناول الخبر وهكذا يستمر الامر. مفيش اي اهتمام بموضوع الامن المجتمعي من وجهه نظر مثلا اقتصاديه، بس هو في اهتمام بحاجه واحده بس، الامن السياسي، والتركيز عليه من الجميع. يعني حاجه اخيره هو موضوع استقرار صرف السلع التموينيه والمنتجات البتروليه. المشكله ان في ارتفاع كبير في الاسعار، وفي ارتفاع في نسبه التضخم، والناس بتشتكي كل يوم. طيب ارتفاع الاسعار ده مفيش بلاقي اي نوع من انواع التحقيقات او التقارير اللي هي بتقوم باخذ راي المواطنين ونقل مشاكلهم دي بشكل دوري في الصحف، بس التركيز على فكره الدعايه وعلى فكره البروباجندا وعلى فكره ان كل شيء تمام وان السلع التموينيه مستقره. طب السلع التموينيه بتكفي ايه ولا ايه؟ في مشاكل كبيره جدا اقتصاديه مرتبطه بالتضخم العالي الكبير وارتفاع سعر صرف الدولار الكبير لم يتم تغطيتها من الصحف المصريه، ويتم تجاهلها من اجل ماذا لا احد يعلم. نعم. لو ذهبنا الى بيزنس انترناشونال تايمز، كتبت ان منطقه مصر العازله على الحدود مع غزه غير مشروعه بموجب القانون الدولي. وفي اليوم السابع عضو تقصي حقائق ما بعد 30 من يونيو، اللجنة لم تبت في حادث ترحيلات أبو زعبل. وعلى موقع مصر العربية، قوات الأمن تعتقل اللواء عادل سليمان. وفي جريدة الجمهورية، محلب صلى بالسيدة زينب وتابع الموقف لحظة بلحظة. محلب يقول المصحف الشريف في قلوبنا وعيوننا والشعب كشف الأكاذيب. جريدة الوفد، لعنة الفراعنة تضرب نزلة السمان، الحكومة تقرر إزالة المباني والإهالي يقولون نحتكم للرئيس السيسي. اليوم السابع، مصادر قضائية، قانون تسليم الأجانب لا يطبق على صحفي الجزيرة بأثر رجعي. المصري اليوم، غادة والي تصرح الإرهاب لن يكسر مصر، ولا تعويضات لضحايا رابعة حتى الآن. لو بدأنا مع الزعيات من بيزنس انترناشونال تايمز، العنوان بيقول منطقة مصر العازلة على الحدود مع غزة غير مشروعة بموجب القانون الدولي، وده حسب تصريح منظمة العفو الدولية. منظمة أمنستي انترناشنال قالت وأدانت هدم إدارة الانقلاب في مصر لمئات المنازل في سيناء هذا الشهر ووصفته بغير القانوني، وكانت حكومة الانقلاب قد قالت أنها ستهدم 800 منزل وسيتم تهجير 1000 أسرة لإقامة منطقة عازلة بطول الحدود مع غزة. ويستمر التقرير قائلا أن السلطات فشلت في منح الأهالي فترة كافية قبل تهجيرهم، ولم توفر تعويضا مناسبا ولا سكنا بديلا. وقالت أمنستي أنه يجب على السلطات أن تتوقف عن الهدم التعسفي لمئات المنازل والتهجير القسري في شمال سيناء. واتهمت أمنستي في بيان لها السلطات بتجاهل الضمانات الأساسية المنصوص عليها في القانون الدولي، مما يجعل الإخلاء غير قانوني. وستكون المنظمة المنطقة العازلة بعمق 500 متر وبطول 13.5 كيلو متر ده الحجم. وكانت السلطات المصرية اتخذت القرار بعد عملية كرم أبو سالم اللي قتل فيها 31 جندي. كرم القواديس. ويقول التقرير
بالضبط سوري. وبيقول التقرير أنه بعد الفض الوحشي للاعتصام يقصد اعتصام رابعة، شهدت مصر عددا من الهجمات، وتقدمت جماعات أخرى بيصفها التقرير بأنها أكثر تطرفا لتتصدر المشهد في ظل حالة عدم استقرار في البلاد. وواضح جدا أنه تسمية بداية انتفاضة الشباب المسلم اليوم بكلمة انتفاضة عاد للأذهان معاني كلمة انتفاضة فلسطينية، الانتفاضة الفلسطينية. فالتقرير بيقول أن جماعة إسلامية دعت إلى انتفاضة الشباب المسلم، ويقول التقرير أيضا بعدها أن الجماعات الجهادية في سيناء مثل جماعة بيت أنصار بيت المقدس تمثل ما وصفه التقرير بالتهديد الأكبر، وتقول أن الجماعات تستهدف فقط العسكريين ونادرا ما تستهدف المدنيين. وينقل التقرير مقاله الخبير اليهودي الكندي زاك جولد أن هذا يعطي الحكومة ذريعة للاستمرار فيما تفعله كإجراءات، يقول عنها أنها إجراءات لمكافحة الإرهاب بين قوسين. وطبعا التقرير ده الحقيقة لا ينقصه سوى تصريح قائد انقلاب، والذي نشر في منشطات الصحف الإيطالية وتحديدا صحيفة كوريري ديلا سيرا، أنه يضمن أمن إسرائيل وأنه سيرسل قوات مصرية في حال قيام دولة فلسطينية للمساعدة في أعمال الشرطة لطمأنة الكيان الصهيوني. نعم أستاذ محمد، في أكثر من خبر في ظني لابد أن نتوقف أمامه، ربما اعتقال كما ورد على مسؤولية مصر العربية، اعتقال لواء عادل سليمان. في كلام كتير بيتردد عن الأمر، اعتقال قائد اللواء 12 مشاه في حرب 73، لواء عادل سليمان أحد أبطال مصر لحربه في حرب 73. يعني ربما أبطال مصر لحربه في 73 زي مثلا أهل بدر كده، اللي هو يعني يقولوا ما شاءوا، ما حدش مفروض يتعرض ليهم. يعني ناس حمت البلد من اليهود وحمت البلد من الصهاينة وقدرت إن هي ترجع شرف مصر اللي ضاع في 67. لكن لو الخبر ده صح تكون كارثة كبيرة جدا ومشكلة كبيرة جدا. رجل تكون واقعة الأولى من نوعها، يعني يعني هو رجل عسكري ولا لواء، يعني مش رتبة عادية حتى. يعني وتحليلاته اللي كان بيطلع بيها في مختلف وسائل الإعلام تحليلات متوازنة وموضوعية جدا، وما فيهاش أي نوع من أنواع التحمل. حتى أنا دايما كنت تلاقيه بينادي أو بيقول رفاق السلاح، يعني على من يقوم بتحليل رؤاهم. يعني أنا بستغرب، يعني لو خبر زي ده صحيح برضو مشكلة كبيرة جدا، إن خبر زي ده ما شفناهوش في المواقع الإلكترونية اللي هي بتبث 24 ساعة في الصحف المصرية، مثلا فلان الفلاني عمل كذا أو قال كذا أو قال السلام عليكم، أو يعني أخبار حتى بتكون هايفة جدا وبنلاحظ إن في اهتمام بيها، وخبر زي ده مش قادرين نتأكد منه حتى الآن هو حصل ولا ما حصلش، بما يؤكد حالة اللامهنية المستشرية وعدم الاهتمام بأي مصري إلا لو كان مؤيد للنظام، لكن لو ما كانش مؤيد للنظام يستحق ما يحدث ده. الأخبار الأخرى الموجودة يعني هي أخبار مهمة جدا، زي الخبر اللي هو في اليوم السابع قانون تسليم الأجانب. ده قصة طويلة، يعني لو انت حابب تبدأ بيه، هو مرتبط بفكرة الخبراء مش قادرين يحددوا بالضبط، اللي انا فهمته من خلال الموضوع لو تم إقرار القانون هل يتم تطبيقه بأثر رجعي ام لا، هم مش قادرين يحددوا بالضبط. هم رؤيتهم الحالية بتقول ان هو لا يطبق على صحفي الجزيرة بأثر رجعي، لكن هم ما زالوا بيبحثوا. خلال الخبر تلحظ فكرة ان يعني مش قادرين ان هم يوصلوا الرؤية واضحة، هل ده هيحصل فعلا ولا ربما السلطة او جهات التشريع يكون لها عندها رأي تاني وتقوم بإعادة تعديل القانون وإرساله مرة اخرى من اجل انه يشمل صحفي الجزيرة، محدش قادر يحدد. يعني برضو الخبر المهم هو اللي كان في تصريح عضو تقصي الحقائق، الحقائق هو بيتكلم على ان اللجنة لم تبت في حدث سيارات الرحلات، واللجنة في أساس عملها قالت إن هي بتاخد الفترة من بعد 30 يونيو لحد ما بعد رابعة بفترة زمنية كانت محددة الفترة الزمنية، وموضوع حادث سيارة الترحلات كان ضمن ضمن الفترة الزمنية. في حاجة غريبة جدا إن اللجنة لو اتكلم عن الجامعات وتكلم على ما حدث والكنائس والكنائس حاجة غريبة جدا، حتى اتكلم عن الكنائس مش من الفترة 30، اتكلم عن الكنائس من قبل من بعد 25 يناير، من بعد 25 يناير. في حاجة غريبة جدا إن يتم عدم تناول حادث مهم زي ده، علامة خطيرة جدا على انتاج حقوق الإنسان. راح ضحيته حوالي 30 مصري مختنقين جوا عربية الترحيلات في ظروف رهيبة جدا، لكن ربما يعني يكون التحقيقات سير عملية التحقيقات، هم لم يرصدوا كل الوثائق. يعني هو تصريحاته
انت زي كنت بتقول قبل شويه ان هم جابوا كنايس واحداث كنايس واحداث ده بالارقام ده هو بالكنايس بالارقام والاعتداء على مسيحيين وخطف مسيحيين ودي حاجه مهمه جدا يعني والمطلوبه. لكن العداله في مصر لابد ان تكون للجميع يعني مش كل لازم الكل يشعر بان تم خلاص خد حقه يعني ان هو اهله يشعروا بالرضا والا هتستمر البلد شغاله في دوامه العنف والعنف المضاد ومش هنقدر نوصل لاي حل. وده الصحف للاسف ما بتقومش بالتاكيد عليه. الصحف بتقوم اي كل ما يصدر عن النظام بتقوم بنقله كما هو وبتقوم بمعالجته كما يريد النظام، لكن ما يصدر عن الطرف الاخر بتقوم بتاويله وتحليله للاسف ليس كما هو ولكن كما يتفق مع وجهه نظر النظام. ما قامت به الوفد والحديث عن نزله السمان وفرد صفحه موضوع مهم جدا عن موضوع نزله السمان وما في قرار بازاله المباني والاثار والاسكان هم اللي عندهم القصه دي. الاهالي اصلا مشكله كبيره جدا حتى لو ازيل المباني واعطاء الاهالي مباني في اماكن تانية مش هينفع. ليه؟ لان اي حاله من الحالات العشوائيه اللي بتظهر في مصر بيكون الشغل مرتبط بنفس المكان. اهالي نزله السمان شغالين في السياحه، هتوديهم فين؟ هتوديهم في مكان تاني. طب هم بيطلعوا من البيت يروحوا مثلا على الاهرامات ولا غيره يقوموا بشغلهم، دي مشكله كبيره جدا مستمره. لكن لفت انتباهي برضو هو فكره كلام الاهالي بان نحتكم للرئيس. طب فين الاحتكام للقانون؟ يعني مصر هنفضل لامتى فكره ان الزعيم الفرد هو القادر على حل جميع المشاكل؟ اشكرك الكاتب الصحفي الاستاذ محمد عزام، وشكر موصول للاعلاميه الاستاذه ايات عرابي، واشكركم اعزائي المشاهدين على طيب المتابعه. الى ان نلقاكم مع طبعه جديده من سكرتير التحرير، لكم كل التحيه والى اللقاء.